السلام عليكم. هذا فيديو ثاني لمريضة عندها صعوبة في المشي وألم في رجلها اليمين. نشوفه تو واحدة من الأسباب. طبعا هي المريضة عندها روماتيزم في ركبتها الاثنين يعني، بس اليمين تو زايد على الفترة هذه. فلو بنلاحظوا إن حجم الفخذ الأيمن أقل من حجم الفخذ الأيسر. نشوف الفخذ الأيسر واضح إنه هو حجمه طبيعي يعني. فشوف الحجم العضلة، واضح إنها هي منقبضة، بس العضلة هذه لو لاحظوا إن هي يعني مسطحة أو فلات، وحجم مقارنة بالتاني واضح إنه هو أصغر. طبعا نتيجة إن المريضة عندها وجع، فطبعا ما تمشيش على رجلها، فصار ضمور للعضلة هذه. وهذه طبعا يقولها proximal myopathy. طبعا المريضة عندها ايضا مشاكل في الغدة الدرقية، والغدة الدرقية ممكن ايضا تسبب مشاكل في العضلات، التهاب العضلات او ضمور العضلات. بس حنخلي المريضة تمشي وحنلاحظ صعوبة المشي اللي عندها. Okay. I just want you to walk in your heels. ففي الاول نطلبونها تمشي على في اللحظة المريض عندها صعوبة تقدرش تتحرك، خلاص ما تقدر تبدل الخطوة. Okay, that's fine. Alright, now I want you to walk on your toes. نفس الشيء. Okay, walk on your toe. يعني تقدرش حتى تبدل الخطوة، راح في صعوبة. فطبعا واحدة من الحاجات اللي ننصح فيها المريض في الحالة هذه إنه هو يدير تمارين. ففيه أوزان تنباع في الصيدلية اللي هي فيها الفولكرو اللي هي زي اللصقة يعني. تلصق هنا، والمريض يلبسها ويحاول انه يدير تمارين في البيت بالشكل هذا. اوكي، just move your leg the way the same way. No, like the front and back and front. Yeah. بالشكل هذا. اوكي، put it down and move it up. Yeah. فلما هي تدير تمارين بالشكل هذا لاحظوا العضله تنقبض. فطبعا مع الوزن يصير فيه نمو للعضله مره ثانيه، يعني زي واحد يمشي للصاله او يلعب حديد يعني، فيربي العضلات. فالمريضه نفس الشيء نطلبونها تدير هذا. طبعا بيكون وزن خفيف بس يعني في حدود 2.5 إلى 5 كيلو. ونركزوا على الكوادريسبس اللي هي المنطقة هذه، وأيضا عندها ألم في الأدكتورز برضو نفس الشيء المنطقة هذه. فتغير بعدين الوزن، تحطها من الناحية هذه وتحاول تحرك رجلها للداخل. وحنبعتها لتخطيط أعصاب أو تخطيط عضلات اللي هو يقولوا له EMG، باش نشوفوا نتأكد انه ما عندهاش ضمور في الأعصاب أو ان الضمور في العضلات يعني في مكان تاني هذا العضلة هذه. وشكرا.